اليوم حضرتك بيروت الثاني بظل المقاطعة، بظل نسبة الاقتراع المنخفضة، بظل عزوف الرئيس الحريري، بظل تفتيش الشارع السني عن لمين بده يصوت، كيف بتختصر معركة بيروت الثاني اليوم؟ شو أبرز الملاحظات والمؤشرات؟ يعني بالواقع بيروت كان وضعها مثل بقية المناطق، يعني الإقبال على الاقتراع كان متدني وأقل مما كان متوقعاً بالأيام الأخيرة، واللي أقصى نسبة وصلت في بيروت حالياً 33 تقريباً مع شوية كسر، إذا أضيف لها أصوات المغتربين ممكن توصل ل 38 أو 39، يعني وهذه نسبة تعتبر متدنية قياساً على ما جرى في صناديق الاقتراع المغتربين أولاً، وعلى الجهد الذي بذل في الداخل لحث الناخب البيروتي على النزول إلى صناديق الاقتراع. ولكن الملاحظ أنه الناخب البيروتي ليس فقط في الدائرة الثانية لم يكن متحمسا للانتخابات، حتى في الدائرة الأولى نسبة الاقتراع متدنية في الدائرة الأولى هي الأقل في كل الدوائر اللبنانية، معناته في مزاج في بيروت ما في ثقة في المنظومة الحاكمة، ما في ثقة بأحزاب السلطة، ما في ثقة باللوائح المترشحة، وخصوصا أنه لوائح المعارضة ولوائح المجتمع المدني تشظت وانقسمت على بعضها. حسب معطياتك ببيروت الثانية لحد هلأ شو كان؟ يعني شو الجو؟ لأنك وكبت أنت طوال النهار شو عم بيصير ببيروت الثانية؟ يبدو حيكون في خرق من لائحة المجتمع المدني للوائح التقليدية من خلال إبراهيم نايمني. إذا بقيت يعني المؤشرات الفرز على ما هي عليه في هذه الساعة بكون إبراهيم عم. إذن إبراهيم نايمني مرشح أن يفوز عن لائحة المجتمع المدني، غيره النائب فؤاد مخزومي كمان إذا بقيت صناديق الفرز على ما هي عليه حاليا بهذا الاتجاه عنده الفوز أكيد، يعني وقد يحصل على الحاصل الثاني، حاصل ثاني او اقل شيء او كسر عالي يعني. طيب مبدئيا لائحة بيروت تواجه عندها حاصل بعد ما بين نتائج الحاصل الثاني او الكسر تبعه، وهول اللوائح الاساسيه يعني بلائحة هيدي بيروت. النائب السابق دكتور عماد الحوت متقدم على زملائه. طيب ماذا عن لائحة التيار الوطني الحر وحزب الله والثنائي الشيعي، يعني أيضا يلي هي لائحة عندها موقعة ببيروت؟ هول حصتهم مثل ما بيقولوا محفوظة، يعني محفوظة بكم حاصل؟ محفوظة بأربع نواب تقريبا، اثنين شيعة الإنجيلي ونائب الأحباش الدكتور عدنان طرابلسي، يعني أربع حواصل. هيدي حصة أكيدة. نعم. هلأ لأنه الأحباش انفردوا بلائحة لوحدهم، هل سيكون عند لائحة الثنائي كسر لحدا رابع أو حدا بمقاعد المسيحي؟ هذا رهن.